بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تنمية وتربية، الذي كما قلنا لكم هو برنامج عبارة عن دردشة مع عوائلنا وأسرنا وشبابنا، لنحاول أن نرتقي ونغير من أنفسنا في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان المبارك، الذي هو شهر التغيير، وهذه فرصة قد منحها الله عز وجل لنا. أحبتي، في هذه الأيام سوف نتناول محور مهم يرتبط بشخصية مهمة، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعتبر القدوة الأعظم في عالم التربية البشرية والتنمية البشرية، وسيكون رفيقنا وضيفنا العزيز في هذه الحلقات، وأرحب به في البدء، الدكتور الباحث الإسلامي أحمد فاضل الصفار. حياكم الله دكتور. حياكم الله شيخ إبراهيم، أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وصيامكم، آمين رب العالمين، وأن يجعلنا من المقتدين بأهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر المبارك. آمين رب العالمين، يتقبل أعمالكم ويحفظكم إن شاء الله تعالى. دكتور، محورنا في اليوم الأول في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه كيف نتعلم منها، ونأخذ محور أول إلى أنه الإنسان بطبيعته أو بطبيعة التكوين هكذا، أو سنة التكوين هكذا، نقول أن الإنسان معرض إلى البلاء والمصائب، ولا ينفك أحد منا إلا ويتعرض لبلاء أو مصيبة، سواء بحادثة وفاة أو مرض أو آفة أو ما أشبه ذلك من مصائب الدنيا. لكن لعل البعض يجهل مثلا طريقة التعامل مع تلك المصائب والبلايا، بل أولا لا يعرف لماذا يبتلى. أنا اليوم انصابيت، ليش؟ أنا اليوم وقعت، ليش؟ شنو صار؟ يعني هنا قبل لا أبدو ياك الدكتور، أتذكر حديث للنبي إبراهيم صلى الله عليه وآله عليه السلام، فحدث عندما مر بأرض كربلاء وعثره وشجت رجله، زين، وخرج دم منها. هنا بادر بالسؤال في اللحظة ذاتها، أنه إلهي ألذنب صدر مني؟ بادر بالسؤال مباشرة، أنه عندما حلل المصاب، لماذا إلهي عرضتني للبلاء؟ فقال كلا، إنما أجريت دمك مواساة لدم الحسين صلوات الله وسلامه. لكن هنا نريد أن نعرف بصورة عامة في منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه التربوي، أنه الشق الأول نجعله السؤال راح أوجهه بصيغتي لأجل المشاهد، أنه لماذا نتعرض إلى البلاء والمصائب؟ ثانيا، ما هي أسباب، يعني طرح ثاني، ما هي أسباب حصول البلاء والمصائب؟ والكلام لكم دكتور. شكرا جزيلا. طبعا قبل أن نبدأ أستاذ إبراهيم في ما تفضلت به للإجابة عن هذا السؤال، في الحقيقة الذي يرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام سلام الله عليه، يجد بأن أهل البيت عليهم السلام رسموا منهاجا وطريقا كاملا وواضحا للإنسان في الدنيا قبل الآخر. الشخص الذي يبحث عن السعادة في الدنيا، يبحث عن حل مشكلاته، يبحث عن كيفية تعامله مع الآخرين، أو بين قوسين ما يصطلح عليه بالتنمية البشرية في يومنا هذا، يدخل دورات ويقرأ كتب ويحضر ندوات ويحضر ورش عمل، أهل البيت عليهم السلام اختصروا له الطريق وأوضحوا له الطريق بشكل مختصر. كلمات أهل البيت عليهم السلام، أحاديثهم التي رويت عنهم سلام الله عليهم، حقيقة الإنسان الذي يجرب هذه الأحاديث ويلتزم بهذه الأحاديث
يجد الفرق الواضح في حياته، في كيفية تعامله مع الآخرين، مع أهل بيته، مع أصدقائه، مع رب العمل وما إلى ذلك من صنوف المعاملات الأخرى. لأن الإنسان عندما يقرأ الكتب في يومنا هذه أو يحضر الدورات، يحضر الندوات الثقافية أو التي تهتم بالتنمية البشرية، هذه تبقى عصارة أفكار الإنسان العادي. يعني هذه الأفكار من مثلا متبنيات العالم الفلاني، العالم مثلا الغربي الفلاني، العالم مثلا الشرقي الفلاني. ولكن أهل البيت عليهم السلام عندما يعطون لك هذه الخطوات هم أعلم بالإنسان، أعرف بالإنسان. الإنسان لولا أهل البيت عليهم السلام لما خلق الإنسان، فهم أعرف به من غيره، سادة عالم الوجود. فلذلك توجيهاتهم تكون دائما صائبة. التنمية البشرية ليست دائما توجيهاتها صائبة ومصيبة، تكون مجرد احتمالات. يعني يقول لك مثلا اعمل كذا ممكن ان تنال كذا، نعم، اترك كذا ممكن ان مثلا لا يصيبك كذا، تبقى احتمالات بشرية. ولكن اهل البيت عليهم السلام عندما يقول لك اصنع الامر الفلاني هو بالتأكيد سيخلف النتيجة الإيجابية الفلانية. سنت. وعندما يقول لك اترك الامر الفلاني بالتأكيد سيجنبك الامر السلبي الفلاني. عندما نأتي الى ما تفضلتم به حول المصائب، لماذا الإنسان يصاب في هذه الدنيا؟ الرواية التي استشهدت بها حول النبي إبراهيم سلام الله عليه، سلام الله عليه، تدل على أنه هناك ربط بين المصائب وبين أعمال الإنسان. لذلك عندما شجت قدمه سأل مباشرة من الله سبحانه وتعالى، أي رب ماذا بدر مني؟ أي أنه ربط البلاء بفعله بعمله. في روايات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو في هذه الأيام وفي هذه الليالي، ليالي شهادته، نقتصر في هذه الإجابة حول كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال حول المصائب، ولماذا الإنسان يصاب، ولماذا الإنسان يبتلى، وما هو الجزاء على ابتلاء الإنسان. طبعا هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بأن جعل حتى في مصيبة الإنسان، في بلاء الإنسان، هناك ثواب ينال الإنسان. تجدون هنا نقسم البحث أو الإجابة إلى 6 محاور، في كل محور نجيب على جانب من جوانب أسباب الابتلاء. يعني 6 أسباب. 6 أسباب. جيد. طبعاً 6 أسباب هذا يعني رأي القاصر أو جمع القاصر، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام من خلال الاستقراء. أحسنت، أحسن، من الاستقراء الناقص كما نستطيع أن نعبر عنه، تعبير المنطقي. أحسنت. السبب الأول علو الدرجات. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ويصيبه ببعض المصائب في الدنيا لكي يرفع درجته ويرفع مقامه. جيد. تعلمون بأنه الجنة مقامات ودرجات. سنت. ليست الجنة كل من يدخل الجنة سيكون في مقام واحد، أو هؤلاء المؤمنون كلهم سيسكنون في درجة واحدة من الجنة. في مراتب. كلما زادت مصائب الإنسان في هذه الدنيا وزادت ابتلاءاته من قبل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيعوضه برفيع الدرجات في الآخر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن باب العدل الإلهي بالإنسان. لاحظوا هنا طبعا الروايات كلها كما قلنا مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا قبل أن نعبر، هذا نعم. القسم يكون مشترك بين الجميع، بين جميع منه؟ إنه جميع المخلوق البشر. البشر نعم. بين البشر. أحسنت. كلما زاد ابتلاء الإنسان حتى نعم. الأنبياء، حتى الأوصياء. هو هذا اللي أقصده نعم. يعني هذا الوحيد اللي يكون مشترك. مشترك ولكن أيضا بدرجات. نعم. لأنه الأنبياء والأئمة عليهم السلام. أكيد هو مختلف نعم. مختلف يعني الدرجات. لا يمكن أن نقيس مثلا ابتلاء الإمام الحسين ابتلاء الإمام الحسين عليه السلام به مثلا ابتلاء موسى أو ابتلاء عيسى مثلا. لا يوجد هناك مجال للمقارنة. كلما زاد الابتلاء يزداد المقام. القصد من الاشتراك دكتور أنهم نعم. كلهم ينطبق عليهم أحسن بلاء أحسن الدرجات. نعم أحسن. كلهم يتعرضون للبلاء. يتعرضون لهذا أحسن البلاء. نعم. سواء كان نبيا أو إماما أو إنسانا عاديا. أحسنت. أو إنسانا عاديا. جيد. حتى الملائكة يبتلون، مع أن الملائكة هو معصومون. معصومون ولا يوجد لديهم شهوة الغريزة أو مثلا شهوة المعصية. نعم. أو لا. هو إنسان مطلق الطاعة، الملائكة مطلق الطاعة موجودة عند الملائكة، ولكن مع ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يبتليهم. لاحظوا هذه الرواية الأولى، المكارم بالمكاره، كلمتين.
المكارم بالمكارم. الإنسان الذي يريد أن يحصل على المقام الكريم عند الله سبحانه وتعالى والمقام الكريم في الآخرة يجب عليه أن ماذا؟ أن يتحمل المكارم في هذه الدنيا. كلمتين اختصرت لك كتبا وموسوعات كثيرة في هذا المجال. يعني بقولتهم إذا ما دقك الدنيا زين ما توصل. أحسنت، بالضبط بالضبط. فإذا الإنسان الذي يريد أن يعيش كريما في الدنيا وفي الآخرة، لأنه حتى في الدنيا هناك عوض من الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يصاب، يجب عليه أن يتحمل المكاره. لذلك تجدون بأن الإمام الحسين عليه السلام في قبيل شهادته أو قبيل خروجه إلى كربلاء رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام، صلى الله عليه وآله، فقال له، مع أن الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة ومقامه رفيع وعظيم وخامس أصحاب الكساء، لا أحد يشك في مقام الإمام الحسين عليه السلام، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله خاطب ولده الحسين عليه السلام، قال له: يا حسين، لك درجة في الجنة لا تصل إليها إلا بالشهادة، مع مقامك العظيم يا أبا عبد الله، مع أنك خامس أصحاب الكساء، مع أنك سيد شباب أهل الجنة، هناك رتبة، هناك درجة لا تنالها يا أبا عبد الله إلا بتحمل المكاره، إلا بالشهادة. فلذلك الإمام الحسين عليه السلام بعد أن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله عزم على الشهادة، لأنه يريد أن يرتقي بالدرجات، يريد أن يصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منه. هذا بالنسبة للرواية الأولى، ها كلها في المحور الأول في علو الدرجات. إلى الآن إحنا في السبب الأول من أسباب البلايا والمصائب. طبعا كل سبب راح مثلا أذكر في روايتين أو ثلاثة لإشباع الموضوع ولو بشكل جزئي. يعني الرواية الثانية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تفرح بالغناء والرخاء ولا تغتم بالفقر والبلاء. يعني إذا كنت غنيا والدنيا مقبلة عليك لا تفرح، وإذا كنت فقيرا وبائسا ومبتلا لا تحزن. لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول: فإن الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء. الذهب عندما يستخرجه الإنسان من الجبال أو من الأرض أو من الصخور لا يكون بهذه النقاوة وهذه الخلوصية اللي موجودة في الأسواق، تكون مشوبة بالكوادر بالعوالق بالشوائب إلى أن يخضعونه إلى درجات كبيرة من الحرارة من النار إلى أن تذوب هذه الشوائب حتى يستخلص كاملا. أحسن، تستخلص هذه الشوائب منه حتى يكون الذهب بهذا الشكل، حتى يصبح الذهب غاليا وثمينا. قبل أن يعرض إلى النار لم يكن للذهب قيمة، بعد أن يعرض إلى النار يصبح للذهب هذه القيمة وهذه الأهمية عند الناس. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول بأنه إذا أصبت بالبلاء، أصبت بالفقر، أصبت بالمصيبة لا تختم. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقيك من هذه الشوائب التي اعتلقت عليك، إما بسبب ذنوبك، إما بسبب عدم اكتراثك بالمثل الواجبات بالمستحبات. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقيك من هذا الجانب. جيد. فكما أن الذهب يجرب يعني يستخلص بالنار، فكذلك المؤمن يستخلص بالبلاء. هذا السبب الثاني، هذا الرواية الثانية في المحور الأول. هذا ما يعتبر سبب ثاني دكتور؟ سبب ثاني من يان ناحية، يعني أنه علو الدرجات. نعم، هو واضح. نعم، لكن هذا يعتبر للتنقية. تنقية، تمام. فإذا المؤمن لا يصل إلى الدرجة العالية إلا بعد التنقية. جيد. فهو خطوة في الاتجاه. أحيانا ماكو تلازم يصير بين التنقية وبين بين علو الدرجة والتنقية. يعني اليوم أنا إذا دكتور أحمد هو جاي نصافي بعد، يعني ما أحتاج أسوي التنقية، لأنه الإنسان أستاذ إبراهيم، الإنسان كمالات المعنوية أو العالم المعنوي للإنسان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها حدا، مو مثل الأمور المادية. جيد. كل ما الإنسان يصفى أكو مجال بعد، كل ما يصفى أكثر أكو مجال بعد أكثر. يعني يصفى شلون؟ بأي ناحية؟ يعني أكو، هل ممكن أكو شوائب؟ بالتأكيد إن شاء الله راح نجيهن بالأسباب الثانية، راح تتبين أنه شنو هاي الأسباب اللي تخلي الإنسان يتعرض إلى المصائب بشكل. لا أقصد أنا، لأن نعم. تعرف المقصود أنه هنا يصير عندي إشكال في جهة الأولياء والأنبياء. بلى. يعني هل أستطيع القول بأنهم ممكن أن يتعرضوا لهذه المسألة؟
إلى التنقية. هنا أنا بعد يتميز بين الأمرين. الإنسان المؤمن يتعرض إلى البلاء، والنبي يتعرض إلى المصيبة والبلاء، ولكن سبب أن المؤمن يتعرض إلى البلاء مو نفس السبب اللي يتعرض إلى النبي أو الإمام عليه السلام. لا، النبي والأئمة عليهم السلام والأنبياء بشكل عام هؤلاء معصومون، فبلاؤهم ليس لأجل ارتكابهم للمعصية، بعكس الإنسان. الإنسان ينقى من هذا الجانب بسبب أنه قد يكون مثلا مرتكبا لبعض الذنوب أو لبعض الآثام، ولكن النبي والأئمة عليهم السلام لا، يكون بلاؤهم اصطفائيا، هو من الأساس مصطفى، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع مقامه أكثر فيبتليه بمصيبة. جي. كما قلنا في الإمام الحسين عليه السلام واستشهدنا بذلك. الإمام الحسين عليه السلام هو سيد شباب أهل الجنة، ولكن لماذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى؟ لكي ينال هذه الدرجة العالية في الجنة. يعني نقدر نخليها هسه بما أنه افترق في هذا السبب الأنبياء عن الإنسان العادي، نقدر نخلي سبب ثاني التنقية. ممكن ممكن. جيد. ممكن. نعم. هسه للآن دكتور راح نعتبرهن سببين، يعني الأول علو الدرجات، الثاني التنقية. تمام. الأمر الآخر أيضا رواية في هذا المجال، عند نزول المصائب، قول أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. عند نزول المصائب وحلول النوائب تظهر فضيلة الصبر، لولا أن الله سبحانه وتعالى ينزل على الإنسان المصائب ويبتليه ببعض البلايا في هذه الدنيا لما كانت ظهرت فضيلة الصبر. حسنت. ما هي فضيلة الصبر؟ بحيث أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما ظهرت هذه الفضيلة. إن الله مع الصابرين. لاحظوا هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقطع من الآية المباركة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لولا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك أيها الإنسان في هذه الدنيا لما كنت تحصل على مرتبة الصابر، على أجر الصابر. ما هو أجر الصابر؟ توفى أجرك في يوم القيامة بدون حساب، بغير حساب. الناس كلهم يصطفون إلى الحساب وأنت تدخل إلى الجنة بدون حساب. لماذا؟ هذا نوع من تعويض الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، بأنك أيها العبد ابتليتك في هذه الدنيا وتحملت وصبرت على هذه البلية وهذه المصيبة، بالمقابل أنا في يوم القيامة أدخلك الجنة بغير حساب، باعتبار أن امتحانك أديته بنجاح في الدنيا. أحسنت. بلا مساعدة. بلا مساعدة، فأنت في يوم القيامة تدخل الجنة بغير حساب. أحسنت. تجدون بأن أهل البيت عليهم السلام في زياراتهم في أحاديثهم كثيرا ما وردت هذه العبارة، عبارة الصبر. نعم. لاحظوا مثلا في الزيارة الرجبية: والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سم. هذه الدرجة التي نلتوها يا أهل البيت عليهم السلام، نلتوها بصبركم على هذه البلايا في هذه الدنيا. وكما قلنا هذا الصبر هو صبر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. أحسنت. وحتى في مقام أبي الفضل العباسي. أحسنت. أحسنت بالضبط. نعم. في زيارتي أنه نعم الصابر المجاهد، الصابر المجاهد والمحامي والناصر. نعم. لاحظوا كذلك الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء أشار إلى هذا الجانب، قال: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي يتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هذا مطلق التسليم من قبل الإمام الحسين عليه السلام، ويبين بأن أهل البيت عليهم السلام لماذا نالوا هذه الدرجات العالية في يوم القيامة وفي الدنيا، بأنه نحن نصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى في مقابل هذا الصبر يوفينا أجور الصابرين. وكما قلنا أجور الصابرين بأنه يدخل جيد. الجنة بغير حساب، ويكون من الذين يشفعون للإنسان المؤمن في يوم القيامة. هذا كله بالنسبة لعلو الدرجات. هاي للآن في علو الدرجات. لو ندخل على المحور الثاني. لا، للآن في علو، في علو الدرجات. علو الدرجات إلى الآن. يعني أكو محور ثاني، أكو مداخلة. لا مداخلة، يعني الآن هسه فضيلة الصبر. أحسنت. هو هي بحد ذاتها. نعم. هي تعتبر مقام. بالضبط. بحد ذاتها. بالضبط. بغض النظر عن مقام الصابرين. أي. مقام الصابرين. أحسنت. زين. ما يصير السبب؟ السبب منفصل. ممكن منفصل، ولكن
أنا ليش كلهن جماعتين في محور واحد؟ زين. لأنها كلها تصب في النهاية في علو الدرجات. لولا المصيبة لما كان الإنسان يصبر ولا ما كان يحصل على هذه الدرجات العالية. شيء. لولا المصيبة لما كان مثلاً ينتقي أو ينتقى من هذه الأدران وهذه المعاصي. لولا المصيبة مثلاً لما كان مثلاً يتحمل المكاره وبالتالي ينال على عظم المقام وعظم الدرجة في الأرض. جيد. فأخذت المعيار المشترك بينها جميعاً بأنها علو الدرجات، فيكون سبب ابتلاء الله سبحانه وتعالى للإنسان في الدنيا بأنه يريد أن يرفع مقامه في الآخرة. فمن هذا الجانب إذا نظر الإنسان بأن المصيبة هي بسبب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع مقامه، فهل سينزعج من هذه المصيبة في المستقبل؟ لا، حتما لا، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحبه لذلك ابتلاه. أحسنت. كذلك الإنسان مثلاً الطالب في المدرسة في الجامعة عندما مثلاً المدرس أو الأستاذ يأتي إليه بمادة مثلاً ويقول له بأن هذه المادة فيها امتحان، هذه المادة قد تكون مادة صعبة، مادة ضخمة مثلاً، لا يستطيع الطالب بسهولة أن مثلاً ينجح فيها، ولكن عندما يعلم بأنه بعد نجاحه يحصل على الشهادة ويحصل على مثلا مقام رفيع مثلا في الدنيا يتحمل هذه المصيبة. أحسن. يتحمل هذه البلية. كذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا عندما يبتلي الإنسان بهذه البلايا يريد أن يرفع دكتور. مقامه في الآخرة. يعني أنا أشوفه خلال مراجعاتنا وتعرف إحنا كنا أولاد المجالس. أحسن. إحنا تربية المجالس الحسينية. أحسن. هواي إلها فضل علينا وعلى تربيتنا المجالس الحسينية، والفضل إلى آبائنا اللي خلونا نحضر بهاي المجالس. حتى وإن كان أنت متشعر بهذه أيوه. النعمة، ولكن بالعقل الباطن. أيوه. بالعقل الباطن البناء الروحي إلك. أحسنت. هواية ما سمعنا في موقف علي الأكبر سلام الله عليه عندما قال له أبيه، هذا شاهد على كلامك مع الصابرين. أحسنت. زين، أنه أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلي الأكبر سلام الله عليه يسأل أباه أنه ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ قال ذاهبون إلى الموت. قال أولسنا على الحق؟ فسواء وقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. فهكذا تسليم مثل ما تفضلت، لأنه وصبر على البلاء، لأنه لم يرى الموت خلاف الحياة. لم يرى الموت خلاف الحياة. هسه اليوم أنا وقت اللي أشوف الموت خلاف الحياة راح حتما ما راح يعني أصبر أجزع. أحسنت. زين، لكن وقت اللي علي الأكبر سلام الله عليه رأى الموت خلاف الحياة فحصل منه هذه حالة الصبر اللي حقيقة يعني ما أعتقد أحد يقول هالشكل، ولا كانوا أصحاب الإمام الحسين كانوا يستأنسون بالموت. زين، حقيقة يعني مسألة الصبر هي لعلو الدرجات مسألة مهمة، وحتى في حياتنا اليومية يعني احنا كثير ما الامور تحصل هواي نحتاج بها الصبر. فعلا هواي نحتاج بها الصبر، وحتى اصبحت في عادات في تعزياتنا انه الله يصبركم الله يصبركم الله يصبركم. هاي الحقيقة هي الدعاء جميل جدا، لكن الانسان لو يشوف الثمار مالته هناك انه حقيقه انه من صدق يصبر والله يصبره جيد راح يحصل اجر. في بعض الروايات مضمون الروايات استاذ ابراهيم بانه لو كشف للانسان الغطاء في هذه الدنيا وعلم مقام الانسان المبتلى في يوم القيامه لتمنى ان يقرض بالمقاريض، يعني بعباره اخرى كانه يتمنى انه واحد يجيب سيف او سكين ويقطع لحمه يقطع جسمه بحيث انه ينال هذه الدرجات وهذا الثواب العظيم في الآخر. والصبر على هذا. والصبر على هذا. أحسنت دكتور. نعم. دكتور وصلنا إلى فاصل. أحسن. نعتذر منكم. ففاصل قصير ونعود وإياكم إن شاء الله تعالى. أحبتي المشاهدين فاصل قصير انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك هاربا
أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. نسألك فرجا قريبا يا خير مدعو ومسؤول، برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية في برنامجكم تنمية وتربية الذي هو دردشة رمضانية معكم أحبتي المشاهدين، لمحاولة التغيير من أنفسنا نحو الكمال في هذا الشهر، شهر التغيير وشهر التكامل. أرحب مجددا بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد فاضل الصفا. بين الصوم دكتور، بالترحيب بين الصوم. شكرا لك، الله يحفظكم. دكتور، قبل الفاصل كان الكلام حول السبب الأول من أسباب نزول البلايا والمصائب، يعني هسه قبل أن ندخل بهذا الموضوع، حقيقة أكو بلايا ماكو إنسان ما يمر بيها، سواء أكو سبب أو ماكو سبب. مثلا هناك أكو الموت يمر على الجميع، سواء أردت علو الدرجات أم لم تردها، أكو أسباب قهرية ما لها علاقة بال يعني بالشخص نفسه، لا هي سنة التكوين تمر هذه المصيبة. زين، وإلها أجرها، هذا أهم، يمكن نجي بعد هذا المحور. زين، لكن فقط أرد أبين أنه أكو مصائب قبل أن نجي لتعدادها، أنه المصائب اللي يثاب عليها الإنسان الاختيارية أم الإجبارية؟ الاثنين معا. الاثنين معا، طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نضرب فد مثل. أنا هاليوم مثلا نفرض أنه عندي محل وعندي عمال في هذا المحل أو في هذا المعمل أو هذا المصنع، هذا العامل أو هذا الأجير يأتي مثلا كل يوم صباحا من الساعة 8 إلى الساعة مثلا 2 بعد الظهر ويعمل، وفي نهاية الشهر يستلم راتب. جيد، هذا الإنسان عندما يقوم بواجبه يحصل على مقدار هذا الواجب، يعني ليس هو متفضلا، رب العمل عندما يعطيه الراتب ليس متفضلا. نعم. على اعتبار أن هذا واجب يقوم به. الله سبحانه وتعالى بحيث أنه إذا لم يقم بهذا الواجب يطرد من العمل، هذا الإنسان العامل. جيد. يطرد من العمل. الله سبحانه وتعالى على خلاف الإنسان، حتى في الواجبات، مع أن هذا الإنسان واجب عليه بأن يقوم مثلا يصلي يصوم يحج، ولكن مع ذلك هذه الواجبات جعل عليها ثوابا. أنا مثلا في هذه الدنيا إذا كنت مثلا أريد أن أأتي بخادم، مثلا أأتي بأجير بصانع، أعطيه أكله مثلا ملابسه مثلا هذا المقدار المال الذي يكفيه مثلا في إدارة أموري في إدارة معيشتي، والباقي هو واجب عليه أنه يعمل عندي، واجب يعمل عندي. صح. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقك بالرزق ووفر لك الطعام، وفر لك اللباس، وفر لك هذه الحياة أصلا كلها الله سبحانه وتعالى وفرها لك، وطلب منك بعض الواجبات، فبمقتضى التعامل البشري لا نستحق نحن الثواب، هذا واجب عليك، إذا ما عملت تستحق العقوبة، ولكن إذا عملت ما تستحق الثواب، ولأنه واجب عليك. فضل من الله عز وجل، مو فرشي خارج عن الواجب،
عارف انه تستحق الاجر عليه او تستحق الثواب، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب رحمته وكرمه بالانسان حتى مع الواجب جعل هناك ثوابا. احسنت. انت تعبد الله بما خولك من ادوات، بالعين، بالرجل، بالقدم، باليد، باللسان، كلها ملك لله سبحانه وتعالى. احسنت. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بك جعل لهذه الواجبات ايضا ثوابا. كذلك المصائب حتى لو كانت إجبارية على الإنسان مثل الموت كما تفضلت به. نعم. هذا الموت هو أيضا فيه جانب لمثوبة الإنسان وجانب في رفع درجته. كيف؟ في بعض الروايات نأتي إلى أهل الميت، أهل الميت عندما يفجعون بالميت هذا يحصل على ثواب، يحصل على مقام عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يجزع على هذا الموت ولم يجزع على هذا المصاب. لأنه تعلمون بعض الناس عندما يحل بهم الموت أو يحل بأحد أحبائهم الموت يجزعون، بعضهم والعياذ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى، بعضهم والعياذ بالله يمتنع عن إقامة الصلاة خصوصا في أيام الدفن أو أيام الفاتحة، أيام العزاء. ولكن الإنسان الذي يصبر على هذه المصيبة الله سبحانه وتعالى في المقابل يجازيه على هذه المصيبة. حسنت. كذلك بالنسبة للميت، الميت في بعض الروايات بأنه الإنسان عندما يموت قد يكون يعني يوجد عليه أو يوجد في سجله بعض الذنوب التي لم تمحى، الله سبحانه وتعالى يضيق عليه في مثلا نزعة الروح، يضيق عليه في مثلا مسألة ضغطة القبر، يضيق عليه في مسألة التشييع. تجدون أنه بعض الناس مثلا عندما يشيعون لا يوجد هناك عدد كافي مثلا أو عدد كبير من الناس يشيعونه، هذا كله مغفرة لذنوب هذا الإنسان. جيد. فحتى الميت بالموت والذي هو إجباري عليه، كل إنسان يذوق الموت. نعم. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيه رحمة له بنيل هذه المقامات وهذه الدرجات. أحسن دكتور. أحسن الله عليك. نذهب إلى المحور الآخر بما أنه أدنى. نعم. وقت يعني باقينا 10 دقائق إن شاء الله. حتى السبب الآخر للمصيبة قد يكون من صنع الإنسان نفسه. الإنسان في هذه الحياة قد يرتكب بعض الذنوب، يرتكب بعض المعاصي، الله سبحانه وتعالى رأفة به يجعل هذا الإنسان يتعرض لبعض المصائب وهذه البلايا لكي يتطهر من هذه الذنوب وهذه الشوائب كما قلنا في قبل قليل قبل الفاصل. لاحظوا مثلا هذه الرواية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: زوال النعم بمنع حقوق الله منها، يعني من هذه النعم، وإهمال شكرها. تجدون أنه بعض الأوقات إنسان لديه المال ولديه الجاه ولديه العمل، لديه البيت، لديه سيارة، ولكن فجأة يفقد هذه الأمور واحدة تلو الأخرى، إما يطرد من عمله، إما سيارته مثلا تصاب بحادث. نعم. إما بيته مثلا يحترق، إما أمواله تضيع. لماذا هذا الأمر؟ لأنه لم يؤدي حق الله. أحسنت. يقول أمير المؤمنين عليه السلام بأنه زوال النعم بمنع حقوق الله منها، من هذه النعم. هذه النعمة صحيح أن الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك، ولكن هناك حقوق لله تعالى في هذه النعمة، ليست كلها ملكا لك، ليست كلها تحت تصرفك المطلق، لا، هناك حقوق يجب أن تؤديها، وإهمال شكرها، إهمال شكر هذه النعم. تجدون بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الأموال التي أنا أمتلكها فيها حقين، حق للسائل وحق للمحروم، طبعا في مقتضى هذه الآية، وإلا هناك حقوق أخرى لله سبحانه وتعالى كما في الزكاة وحقوق لأهل البيت عليهم السلام كما في الخمس. ولكن الآية المباركة أشارت إلى جانب حقوق الناس العاديين فيما بينهم الآخر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الإنسان السائل لديه حق في أموالك. جيد. والإنسان المحروم الفقير البائس أيضا لديه حق في أموالك. هذه الصدقة التي أنت تعطيها هذا ليس تمننا منك، ليس تفضلا منك، هذا حق عليك، واجب عليك هذا. طبعا الشيء بشيء يذكر أستاذ إبراهيم، من باب إعطاء الحقوق للسائل والمحروم هناك قد يكون جانب من جوانب إعطاء هذا الحق للأشخاص المعدومين أو الأشخاص الفقراء نستطيع أن نعبر عنهم.
تارة يأتيني شخص فقير ويطلب مني المال، أنا أعطيه هذا المال، هذا صدق. تارة هناك خصوصا أصحاب الكسب المحدود أو الدخل المحدود، مثلا عطار، مثلا عنده مثلا بسطية صغيرة مثلا في الشارع، عنده مثلا مواد قليلة على قدر حاجتي، على قدر استطاعتي، يبيعها في الشارع، يعني ما مكتفي ماديا، ما مكتفي ماديا، وعملها بسيط. يعني تشوف انت رأس ماله كله يمكن 100 يتجاوز 100 ألف دينار، 100 يتجاوز 50 ألف دينار. هذا بعض الأوقات مثلا يقول لك، تسأله انه هذه البضاعة ما ثمنها، يقول لك مثلا 1000 دينار. هذا المكان ما أعطيه 1000 دينار، خلي أعطيه 5000 دينار، خلي أعطيه 2000 دينار، خلي أعطيه 1500. هل أشتري منه بضاعة أكثر؟ أشتري منه أكثر أربعة. حتى لو أنا مو بحاجة لهاي البضاعة. هاي كلها نوع من أنواع المساعدة، نوع من أنواع الصدقة التي يؤجر عليها الإنسان. جيد. ولكن مع الأسف أنا شخصيا أشاهد أنه مثلا بعض الأشخاص في السوق، مثلا عندما تريد تشتري مثلا أكل، بضاعة، مثلا خضروات، على الربع، على الربع يتعامل ويا هذا الإنسان، على 250 دينار ما يقبل يشتري منه، مع انه هو ربحه كله يمكن يوقف من الصبح لليل كله هو على المود 250 دينار واقف، على المود 500 دينار واقف. فانا ليش انتظر انه بس الفقير من يجيني انا اعطيه فلوس؟ لا، هذا خب هذا هي ايضا فقير، ولكن هذا كرامته ما وجهه ما قبل انه يضيع، فلذلك ما دا يسال من الناس. والا اذا كانت كرامته محفوظه وكان هو ما عنده عزة نفس، أيضا كان هو يطلب، كان فقير، كان يمد يده، ولكن عزة نفسه منعته من أن يطلب من الناس. فأنا مو كان ما مثلا أشتري منه مثل ما تفضلت بضاعة ما محتاج لها، أشتريها أعطيها لغير واحد، أعطيها لغير شخص، مو كان ما سعرها 1000 دينار أعطيها 1500 دينار، ما أتعامل وياه، ما أقف وياه على 250 أو 500 أو 1000. أكو طرق هواي دكتور ما تحسس المقابل بالذل. أحسنت بالضبط. وحتى بالضبط. ما يحسسه بالمساعدة. نعم. يعني اليوم على سبيل المثال أبو بسطية أجي أشتري من عنده مجموعة حاجيات بهذا السعر المعين. نعم. بدون ما أتعامل وياه. بدون ما أتعامل وياه. نزل لي 500 ونزل لي 200. قال حاجة بألف مثلاً، بألف دينار أشتري 5 حاجات. أخذهن أنا ما محتاجهن. يوم ثاني يوم هن جدد، ارجع اقول لعمو انا ما احتاج يفهم، هاك ياهن بنص القيمه، احسنت، انطيني نص القيمه، احسنت، واخذ منه 2.5. فحقيقه يعني فحقيقه راح اخليه يربح، راح اخليه يفكر بالتجاره، راح اخليه اصلا حتى اشغل عقليته تجاريا. يعني هناك طرق عديده استاذ ابراهيم، لو واحد الانسان يفكر بها لوجد بانه فيها مرضات الله سبحانه وتعالى بدون ان تجرح مشاعر الشخص او ان تهينه، او مثلا مثلا تشعر بالذل، ذل السؤال من في وجهه. هاي الرواية أولى. رواية ثانية أيضا تدل على أنه لماذا الإنسان يبتلى، قد قلنا بأن هذا المحور الثاني يكون السبب منه بسبب فعله، الله سبحانه وتعالى يبتلي. لاحظوا هذه الرواية: من أضمر الشر لغيره فقد بدأ فيه بنفسه. هذا خصوصا يحصل في مواقع التنافس في العمل، كثير ما تجد بأن هذا الأمر موجود للأسف بين بعض الناس. أنا مثلا لأجل أن أحصل على المنصب الفلاني، لأجل أن أتقرب إلى المسؤول الفلاني، إلى المدير الفلاني، إلى الرئيس الفلاني، أبدأ بإضمار الشر لغيري من الموظفين، لغيري من العاملين، حتى أنا أبرز في هذا. ولكن مع ذلك تجد بأن هذا الموظف قد يبتلى من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعرف لماذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى. هذا السبب أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إضمارك للشر، يعني أن تخفي الشر للغير في العلن، أنت تحبه وتضحك معه وتتحدث معه، ولكن في نفسك في داخلك تضمر الشر له، هذا من إحدى أسباب نزول البلاء على الإنسان. حسن دكتور، هذا الرواية الثانية. دكتور نعم. وقت ما بقى عندنا غير 4 دقائق على الختام. رواية واحدة وأكتفي. لا احنا نريد بهذا السبب وتتوقف بعد. أيه؟ الاسباب انتهت؟ لا، اسباب 6. اسباب 6، مو هذا اللي اقوله، احنا الان بالسبب الثاني. السبب الثاني بعدني. تمام، كم الروايات السبب الثاني دكتور؟ لاحظوا ايضا مداومه المعاصي، كلام امير المؤمنين عليه السلام. نعم. مداومه المعاصي تقطع الرزق. الانسان الذي يبتلى كثيرا ما نجد. نعم. في ايامنا الحاليه بان الانسان يشكو من قله رزقه. رزقي قليل
قليل، رزقي لا يكفي، رزقي ليس فيه بركة. أحسن. كلها ما هي أسبابها؟ أسبابها مداومة المعاصي، الإنسان الذي يداوم على المعاصي. جيد. في الحقيقة أستاذ إبراهيم، شخصت أنا شخصيا بعض موارد هذه المعاصي. تجد مثلا بعض الأوقات بدون ذكر أسماء طبعا، تجد بأن الإنسان يفتح مثلا، بعض الأشخاص يفتح مطعم جديد، في بداية الأمر أول ما يفتح المطعم قرآن وكل قصائد حسينية وكل ذكر أهل البيت وذكر الله سبحانه وتعالى، بس شوية المطعم مالته ياخذ رجل وأكو يصير عليه شغل الموسيقى. رزق رأسا تتحول القرآن إلى أغاني، إلى موسيقى، يتحول هذا الجو الإيماني الذي كان في هذا المطعم يتحول إلى جو آخر أصلا ما له علاقة بالجو الأول. تجد بعد فترة هذا المطعم يصاب بالإفلاس، يصاب بالمثلا قلة الزبائن. شنو سببه؟ سببه هو هذا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مداومة المعاصي. هذا الإنسان الذي في كل يوم يشغل الغناء ويشغل الموسيقى، ما الذي يرتجيه من الله سبحانه وتعالى؟ ابتلاءات. ابتلاءات. سنة. كذلك تجد مثلا بعض الأوقات أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أول الصبح شغل قرآن، شغل قرآن، شيء كلش جميل كلش راقي. ورا 8 الصبح، ورا 8 الصبح شوية من يبدي يحتر الجو يعلق موسيقى ويعلق أغاني ويعلق هذا. فهذا كلها من الأسباب الخفية. قد الإنسان يقول لك أنا شنو مسوي قابل حتى رب العالمين يجي مضيق علي بالرزق؟ شنو مسوي أنا؟ أشو صلاة أصلي وصوم أصوم وبر الوالدين عندي وما أدري، إذن الأمور كلها أسويها، لعل ليش رب العالمين مقدر علي بالرزق؟ على الأغنية الصغيرون. أمير المؤمنين عليه السلام يعطي سبباً مداومة المعاصي، الإنسان الذي يداوم على المعصية، هذا من أسباب قطع الرزق. والأسباب كثيرة والشواهد كثيرة على هذا الأمر. أصحاب المحلات، محلات الملابس، محلات مثلاً الذهب، محلات أي محلات شوفها مثلاً أول الصبح، خصوصاً مثلاً من عادات أهل قبل كما يعبر عنها، بأنه أول ما تطب السوق الصبح شوف أكو محلات عالقين قرآن وشغلين قرآن وشيء، بعدين شوية شوية تتحول القرآن إلى أغاني وإلى موسيقى. هذه كلها من أسباب رفع البركة عن الأسواق، رفع البركة عن رزق الإنسان. ففي الحقيقة يعني الإنسان إذا يحاول أنه ينتبه لهذه التصرفات حتى وإن كانت هي صغيرة وإن كانت لا يولي لها أهمية، ولكن هي عند الله سبحانه وتعالى كبيرة. لأنه كما في الروايات تجدون أو مر على مسامعكم بأنه لا تنظر إلى معصيتك الصغيرة أو إلى معصيتك انظر إلى من عصيت. من عصيت. أحسنت. هذه المعصية بمقدارك بحسب عقلك القاصر أنها معصية صغيرة ولا تستوجب هذه العقوبة، لعلها في الذنب، ولكن في الذنب في الاعتبار نعم. أنت تجرأت على الله سبحانه وتعالى، ويمكنهم بالإثم كإثم ممكن عقوبته بسيطة، لكن أثر الوضع يكون كبير جدا. لأنه هذا الإنسان من يداوم على المعصية هذا معناته دا يداوم على الجرأة على الله سبحانه وتعالى. أحسنت. الإنسان اليوم مثلا أنا موظف وعندي رب عمل وعندي مثلا أشتغل في محل، أنا من أجي مثلا يقول لي صاحب المحل أنت افتح المحل بثمانية ونص مثلا أو تعال للوظيفة بثمانية ونص، أنا أروح بالتسعة ونص، وهاي يومية ويومية، وبعدين من يعاقبني أقول له هي ساعة واحدة أقدر أقول هذا الكلام؟ لا. ليش؟ يقول لك لأنه أنت موظف ومسؤول في مكان معين وعندك عمل وعندك التزامات، من يجي رأس الشهر أنت تريد راتب وشيء، وهذا مسؤولك دائما يأمرك بهذه الأمور، فأنت لازم أنه تطيعه. فكيف أن الله سبحانه وتعالى يأمرك باجتناب هذه المعاصي وأنت في كل يوم تعصيه وتطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول مداومة المعاصي تقطع الرزق. أحسن دكتور. أحسن الله دكتور عليك. أجتنا شفاعة بعد بعد وقت خمس زي. دقائق إنه. جيد. فنكمل أربع دقائق إنه دكتور. جيد. رواية أخرى أيضا في هذا المجال، ما أريد أنتقل لمحور آخر حتى أبقي للحلقة الأخرى. لاحظوا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما زالت عنكم نعمة ولا غضارة عيش إلا حصر. حصل من أمير المؤمنين عليه السلام نعم. يقول بأنه كل هذه النعم التي تزول عنكم لا تزول إلا بهذا السبب. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أرحم الراحمين، من غير المعقول بأنه يقطع عطاءه عن الإنسان إلا أن يكون الإنسان هو لا يريد هذا العطاء.
وإلا الله سبحانه وتعالى لا يقطع العطاء عن أي أحد إلا أن يكون بسبب منه، إلا بذنوب اشترحتموها وليس الله بظلام للعبيد. هذه النعم التي تزول عنكم فجأة، تزول عنكم تلقائيا، هذه لا تزول إلا بسبب ذنوبكم. لولا ذنوبكم الله سبحانه وتعالى لما كان قطع عنكم هذا الفيض الإلهي وهذه النعم الإلهية. مما كسبت أيديكم. أحسنت. وأمير المؤمنين عليه السلام يعلل في نهاية الحديث يقول وليس الله بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى ليس في مقام الظلم بأي أحد، الله سبحانه وتعالى عادل ومحسن لجميع الناس. فإذا بعض الأوقات الإنسان عندما يمنع من الرزق أو يصاب بالبلايا، يصاب بالمصائب، رأسا أول كلمة ما يقولها ما يرجع إلى نفسه، ما يرجع إلى تقصيره، إلى قصوره هو. نعم. يقول ليش رب العالمين ابتلاني وفلان ما ابتلى، ليش رب العالمين قطع عني الرزق وفلان واحد الله سبحانه وتعالى منعم عليه بالرزق. الإنسان لازم خلال تصرفاته، ليش دائما أهل البيت عليهم السلام يركزون في أحاديثهم على محاسبة النفس في كل اليوم، في كل يوم جيد. في كل ليلة، حتى الإنسان الموارد الإعوجاج، موارد الخطأ، موارد التقصير منه في هذا اليوم يستطيع أن يتلافاها في اليوم القادم، بحيث أنه يحاسب نفسه. أنا هذا اليوم مثلاً عملت المعصية الكذائية، لم أقم بالواجب الكذائي، لم أقم بالمثلاً الأمر الفلاني، أحاسب نفسي حتى في اليوم الثاني لا أمشي في هذا المسار المعوج، حتى لا أداوم على المعاصي. حتى لا أداوم على المعصية. أحسنت. فالأمير المؤمنين عليه السلام يقول بأنه ما من نعمة، النعمة بشكل مطلق جاءت. نعم. النعمة قد تكون الرزق، قد تكون العلم، قد تكون الجاه، قد يكون الذرية، قد سنت. تكون الزوجة، قد تكون العمر المديد، هذه كلها نعم من الله سبحانه سنت. وتعالى. كل شيء يحط منه هو نعمة. كل شيء النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. كل ما تملك أنت من نعم، أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن هذه النعم لا تزول إلا أنت ترتكب المعصية، ترتكب ذنب معين، فالله سبحانه وتعالى جزاء لك وعقوبة لك على هذا الذنب يبتليك بهذه المصيبة ويزيل عنك هذه النعمة. أحسن دكتور. أحسن الله عليك. إلى الآن خلصنا السبب الثاني. تمام. السبب الأول هو علو الدرجات. نعم. السبب الثاني اللي هو نسميه إحنا جزاء الأعمال. أحسن. جزاء الأعمال. نعم. زين، إن خيرا فخير. نعم. وإن شرا فشر. هاي بها العركة النحوية. نعم. المثال هذا أحسن شيء إنه تسكن الحرف الأخير فحتى ما تبتلي. زين. إن خيرا فخير، إن شرا فشر، فنسكننا الأخير. سكن الأخير. إيه. حتى نخلص من عركة النحات. نعم. دكتور شكرا جزيلا حقيقة، أمتعتنا بتلك الروايات وكنا في حالة إصغاء لها، لأنها بعد نور المعصوم سلام الله عليه في تلك الروايات، وهي تسقل الروح أكثر من غيرها، كما البعض يقرأ القرآن الكريم وهو نور للأبصار ويسقل القلوب إن شاء الله تعالى، ويسقل البصيرة والأبصار. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، إن شاء الله نلتقيك باكر بعد إن شاء الله بحول الله إن شاء الله. هاي مثل سالفتنا ويا أستاذ حسنين اللي كان قبلكم، على أساس أنه كل يوم إحنا نأخذ محور. نعم. بدينا بالمحور الأول هو القيادة. نعم. على أساس متفقين أنا ويا حلقة واحدة، لكن إحنا الحمد لله والشكر صار 5 حلقات. ما شاء الله. هسا القضية المطاطي من يصير هالشكل هذا. زين، هسا الظاهر القضية وياكم مطولة إن شاء الله. شهر رمضان هواي بعد باقي له. ما عدنا إحنا ما عدنا شيء دكتور، أنت إن شاء الله هم ما عندك. الله يحفظك يطول عمرك إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج تنمية وتربية الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 3 مساء. أحبتي، أكررها للمرة الثالثة في هذا البرنامج، أنه دردشة رمضانية معكم لكي نغير من أنفسنا ونتكامل في هذا الشهر الفضيل، شهر التغيير. أحبتي في الختام، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصيامكم إن شاء الله وطاعاتكم.
إلى يوم غد في نفس التوقيت، نلتقيكم في أمان الله وحفظه.